أخبار اليوم. مثل ما شرحنا أن مصر هي بوابة إفريقيا، فضلاً عن كونها سوق كبير في 90 مليون نسمة وسوق متعطش للكثير من البضائع ومن السلع ومن الأفكار ومن الخدمات. ومصر يعني موقعها الاستراتيجي طبعاً، وموقع قناة السويس وكل هذه الفرص الواعدة في مصر. لكن المجالات اللي حددناها واعدة بين البلدين بتكون في الصناعة وفي الاستثمار، وفي استثمار بالنسبة للبحرين كونها مركز البنوك، فممكن يكون من خلال التعاون بين البنوك. وإحنا عندنا بنكين، اللي هو البنك الأهلي المتحد، الأهلي يونايتد بنك أو البنك الأهلي المتحد، اللي هو بنك بحريني ولديه فروع في مصر، وكذلك بنك البركة هو بنك إسلامي في تواجد، هو بنك في البحرين أسس وله تواجد كبير في مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية. بالنسبة كذلك لمجالات أخرى، مثل ما مصر هي بوابة إفريقيا، البحرين بوابة الخليج، فإحنا عندنا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبهذه إحنا يعني نطلب أو نوجه دعوة للصناعيين واللي عندهم خدمات في مصر أن يحبون يستفيدون من هذه الاتفاقية، بأن إضافة قيمة 35% في سوق البحرين تؤهلهم لدخول السوق الأمريكي مع إعفاء من الجمارك. في نفس الوقت أي شيء يصنع في البحرين يدخل السوق الخليجي بدون جمارك، فهذه فرصة ممتازة للجانبين، استثمار تبادل الخبرات والميزات الموجودة على الجانبين. تكلمنا طرقت في كلمتك حضرتك عن السياحة والعلاقات بين مصر والبحرين في السياحة، وإن في مشاكل في خطوط الطيران أو محتاجين خط طيران بين مصر وبين شرم الشيخ والبحرين. في مشاكل، إحنا نريد يعني نريد نرى المزيد من وسائل التواصل مع مصر، وطبعا السياحة لو كان مثلا لشرم ممكن، خصوصا سياحة المؤتمرات، لأنها بتكون فرصة جيدة، أو حتى الإجازة على مدى نهاية الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع. فإحنا نتمنى أن يكون في خط مباشر للمناطق السياحية مثل شرم الشيخ، مثل الأقصر، أسوان، اسكندرية، بحيث أن نستقطب ليس فقط الناس من البحرين، بل إحنا مربوطين بالجسر كلها 20 دقيقة على المنطقة الشرقية، فإحنا يكون نقطة جذب حتى لدول الخليج الباقية. كل دول الخليج 45 دقيقة السفر الطيارة، يعني قد المدة اللي تاخذ من شرم الشيخ إلى القاهرة. فلو كان في خط مباشر نستقطب كل الراغبين في الذهاب إلى شرم الشيخ مباشرة عن طريق البحرين. مؤخرا لو هنعرف بس البيئة الاستثمار في مصر في هذه الحالة شايفينها ازاي كبحرينيين؟ الحقيقة البيئة يعني هي فيها كثير من الفرص الواعدة. نتطلع إلى تنفيذ الثورة اللي قاعدة تصير في طريقة الإجراءات وفي طريقة التسهيل واستقطاب المستثمرين. طبعا مثل ما شرحوا الأساتذة رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف المصرية، بينوا أن في قناة السويس مفعل هذا الشيء، وأنه ممكن استصدار الرخصة في مدة 24 ساعة. نتمنى أن خدمة الشباك الواحد تكون كذلك متواجدة في باقي أرجاء جمهورية مصر العربية. هل تنوي استثمار في مشروع قناة السويس؟ اليوم في توقيع اتفاقية لمشروع العلاقة بقناة السويس اليوم، والله ما عندي التفاصيل، تقدرون تسوي مقابلة ويا سيد خالد الزياني. أوكي؟ شكرا جدا فندم. شكرا.